أخي الشهيد. تقول: إن جئتنا يا يومنا المشهود يا فرح الأحاجي عن الشهيد إلى الوليد. إن جئتنا يا طلقة العز الوراثي معبقا بدم الصبايا والضحايا عطر قرنفلة مسك وياسمين، نغنيك اليوم، نغنيك اليوم وطنا متوجا تجربة نضجت عبر السنين. فكان الميلاد الأخضر، فكان الميلاد الأخضر فرحا مزينا بتاج شهيد فاق. لتجيء يا إريتريا يا تلك الضحكة الخرافية التي ترتسم على شفاه الأطفال. فنجيء إليك مخبئين قصاصات الذكريات، حصاد العمر وآلام المرحلة. نحمل كلماتنا الحزينة مخبئها خلف أوراق الجدران الخرساء، نندس ما بين أنفسنا وبينك يا إريتريا يا وجع شهيدنا الباقي في عروقنا نبض وغصيدة فرح آتٍ. آتٍ بحبك بك يا قائدنا الأول شهيدنا عواتي، يا نبض عروق الشهداء لنصحح البناء، لنكمل البناء، لنجدد البناء. وشكرا ولكم التحية. وهذه قلة أبيات تذكر في عظمة هذا اليوم وتحكي عن شهدائه وتحكي عن كل شهداء الثورة الإريترية منذ انطلاقة كفاحها السياسي، مرورا بالكفاح المسلح الذي بدأ من 1961، مرورا بأعظم ملحمة ومعركة تاريخية تمت بين بضعة أفراد من جيشنا وآبائنا وأجدادنا وأعمامنا في 15 مارس 1964. لكم التحية ولكم المايك ومايك. السلام عليكم.